مشاهدينا نسلط الضوء على المتابعة على الجانب الاقتصادي بشكل أكثر تفصيلا في العلاقات فيما بين الجانبين المصري والبولندي، ولمتابعة هذا الملف ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاستثمار والتمويل. دكتور علي، كيف ترى الجانب الاقتصادي في هذه الزيارة؟ كيف يمكن تنميته على صعيد التعاون الاقتصادي طبعا بين الجانبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا في ظل التداعيات الخاصه بالازمه الروسيه الاوكرانيه، اصبحت ان هي بتحتم على الدول ان هي تدخل في نوع من انواع التكامل، ان يبقى في زياده في معدلات التعاون الاقتصادي، ومصر تستفيد من علاقات سياسية ودبلوماسية طيبة مع معظم دول العالم، وإزاي ده ينعكس على الجانب الاقتصادي سواء على مستوى زيادة معدلات التبادل التجاري أو على زيادة حجم الاستثمارات المشتركة. وده نقطة مهمة جدا، الدولة يمكن في ظل المزايا كمان التنافسية اللي موجودة لدى بولندا في عديد من القطاعات، إزاي إن احنا نقدر نجذب منهم استثمارات من القطاعات اللي بيتميزوا فيها، ابرزها طبعا الطاقه والنقل، ويمكن كمان بالنسبه لموضوع النقل على وجه التحديد مصر كمان في الفتره الاخيره واخده خطوات مهمه جدا اتجاه قطاع النقل، وازاي يبقى في تطوير في خطوط السكك الحديديه، وده نقدر نستفيد منه بشكل واضح من الجانب البولندي. ملف الطاقه اللي العالم كله دلوقتي بيتحدث عنه، ازاي ان مصر قدرت الفتره الاخيره تحقق نجاحات الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهايه 2018، وقدرنا ان احنا نحقق كمان وفرات موجهه للتصدير. اكيد ده هيكون نوع من انواع التعاون المشترك ما بين الدولتين. بجانب ملف الغذاء، انا شايف ان ده واحد برضه من اهم ملفات العالم كله دلوقتي بيتحدث عنه، ويمكن تابعنا الفتره الاخيره ازاي ان بولندا هتسمح للسفن الاوكرانيه ان هي تمر عبر موانيها، وده اللي خلينا نقولها بمنتهى الصراحه لانقاذ العالم، لان دلوقتي احنا شايفين مؤشر الامن الغذائي اصبح فيه نوع من انواع التراجع بشكل واضح، تكلفه الحصول على الغذاء بقت كبيره جدا، ارتفاع لمستويات الجوع والفقر، فبالتالي البنك الدولي يمكن حتى كان اكد على ان لازم يبقى في تعاون للمرور السفن الاوكرانيه، لان اوكرانيا بتساهم بحوالي 10% من انتاج القمح عالميا، وبالتالي مع عدم وجود هذه النسبه الكبيره على مستوى الساحه العالميه، بجانب كمان بعض الدول اللي اعلنت وقف عمليات التصدير للقمح اصبحت هناك مشكله كبيره جدا. مصر من اكبر الدول المسوده للقمح، وبالتالي فرصه اكيد مع وجود الرئيس البولندي في مصر ان يتم الحديث عن ملف الغذاء وملف القمح على وجه التحديد، وكيفيه استفاده مصر اكيد من هذا الامر المرتبط بمرور السفن الاوكرانيه عبر بولندا. نعم. مش الموضوع مرتبط بس بالغذاء والطاقه، هناك أمور أخرى طبعا سنتطرق إليها دكتور علي، لكن لابد أن نشير أن مصر تبذل جهودا لتحقيق الأمن في هذا الجانب بالتوازي مع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح، يعني خطين يسيران بالتوازي. أكيد، لكن إحنا بنأمن احتياجاتنا للأعوام القادمة، لأن دلوقتي المشهد العالمي في حالة من حالات الضبابية وعدم اليقين بالنسبة لاحتياجات مصر من القمح، هي متوفرة بالنسبة للعام الحالي، لكن احنا لابد ان نضع كافة السيناريوهات امامنا. يمكن رئيس الوزراء في اعلانه لخطة الدولة اعلن ان احنا دايما بننظر الى السيناريو الاسوأ، وده دايما اي مخطط او صانع قرار لازم يبص عليه، واللي في نفس الوقت ما بيتمناش حدوث، لكن مصر لابد ان هي تنظر في جميع البدائل، وده اللي بيحدث. فكرة ان احنا نوصل لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي، ده اتجاه الدولة اتحركت عليه، زي ان يبقى في حوافز اخطر لمزارعي القمح، ده ايضا الدولة اتحركت عليه بشكل واضح، لكن على الجانب الاخر هيظل اكيد في نوع من انواع الفجوة بالنسبة لاحتياجاتنا، وبالتالي فكرة ان يكون هناك اسواق يتم الاعتماد عليها ده اكيد امر مهم جدا. والحديث ليس فقط عن القمح، لكن احنا برضه لدينا مزايا تنافسيه في عديد من السلع الزراعيه اللي قدرنا ان احنا نحقق فيها وفرات خلال الفتره
الماضيه، وبالتالي نقدر ان احنا نقدم مفردات هذه الانتاج الى السوق البولندي والى السوق العالمي. نعم، كنت تريد ان تتحدث دكتور علي عن امن الطاقه، انه ايضا يعني موجود بقوه في الاتفاقات فيما بين البلدين. اكيد الفكره ان احنا دلوقتي مع المشكله اللي بيعيشها العالم كله، يمكن منطقه اليورو كمان مع الارتفاعات الكبيره جدا في امدادات الطاقه بالاخص بالنسبه للغاز، المشكله ديت ابتدت ان هي كمان تبرز بشكل واضح الجهود اللي مصر بذلتها في ملف الطاقه خلال السنوات الماضيه، وازاي ان احنا مش نوصل بس لاكتفاء ذاتي لكن كمان يبقى عندنا من الفوائد اللي احنا نواجهها للتصدير، ازاي ان يبقى في هناك تعاون مشترك في هذا الامر لتلبيه احتياجات عديد من الدول في منطقه الاتحاد الاوروبي، وده يمكن رهان مهم جدا في ظل طبعا العلاقات السياسيه والدبلوماسيه الطيبه ما بين الدولتين، وكمان ازاي ان يبقى هناك عديد من المشروعات المشتركه في ملف الطاقه، مش مرتبط بس حتى بالطاقه التقليديه ولكن ايضا على مستوى كمان الطاقه الجديده والمتجدده اللي الحديث عنها مستمر، مش عشان قضيه المناخ بس والتلوث البيئي ولكن كمان لارتفاع تكلفه الحصول على الطاقه التقليديه، اصبح هناك الحديث بشكل اكبر عن الطاقه الجديده والمتجدده. نعم، طيب بتعاون في يعني منطقة قناة السويس وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتشا طبعا لإنشاء منطقة صناعية بولندية بقناة السويس، هذه المبادرة إلى أي مدى تصب في صالح الاقتصاد المصري؟ فكرة احنا يعني الدولة يحصل لها طبعا السنوات الماضية في جهود مهمة جدا لعملية التطوير بالنسبة لي محور قناة السويس، وقدرنا ان احنا يعني يكون في هناك حديث مع عديد من الدول ان يكون لها مناطق اقتصاديه من ضمنها بولندا. فكره ان يكون هناك منطقه اقتصاديه اكيد دوت بيبقى ليه مردود ايجابي على الاقتصاد المصري، سواء على مستوى دخول صناعات جديده هيكل الاقتصاد ما كانش بيقدر ان هو يقدمها، زي ان احنا نستفيد بنقل للتكنولوجيا ودخول رؤوس اموال اجنبيه وتوفير فرص عمل، فبالتالي هي نقاط مهمة جدا في ظل كمان ان يظل قطاع الصناعة واحد من الدولة بتعول عليه بشكل كبير جدا كواحد من اهم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، واللي كمان يمكن الدولة تحرك على مستوى توطين للصناعة والعمل على زيادة نسبته في الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي اكيد فكرة ان احنا نجذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع وإنشاء منطقة اقتصادية من جانب دولة وتتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر لأكثر من 90 عام، إن هي تبقى موجودة أكيد ده إضافة كبيرة للاقتصاد المصري. نعم، دكتور علي، بشكل عام بولندا تحتل المرتبة 27 في قائمة الدول المستثمرة في مصر، ذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار، دلالات هذا الرقم في رأيك؟ الرقم يعني خلينا نقول متصح، يعني العلاقات التاريخية ما بين الدولتين المفروض ان احنا لما نبتدي نبحث عن ارقام تكون اكبر من كده وتكون بولندا فاكس وتقدم عن ذلك، لكن برضو احنا عاوزين نبقى واحنا بنبص على الترتيب بنبص برضو لعديد من الصدمات الاقتصادية اللي شهدها العالم الفترة الأخيرة، سواء الأزمة الحالية أو قبلها تداعيات جائحة كورونا أو غيرها من الأزمات، فبالتالي ده أثر بشكل واضح، لكن أعتقد إن مع المذكرات التفاهم اللي بيتم وضعها والاتفاقات أعتقد إن النسبة والترتيب أعتقد إن هو هيتحسن بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، لأن زي ما أنا بدأت كلامي يعني مع الأزمات دي كلها وسرعه انتقال الازمات اعتقد ان التكامل الاقتصادي اصبح هو السبيل الامثل اللي هيقدر يخلي الدول بشكل عام ومن ضمنها مصر ان هي تواجه هذه الصدمات بمنتهى الصمود. ما تتوقعه من اتفاقات تعاون على الصعيد الاقتصادي بجانب امن الطاقه وامن الغذاء؟ اعتقد ان بجانب الطاقه والغذاء اعتقد ان النقل هيبقى واحد من اهم الملفات، احنا عندنا يمكن
العديد من المشروعات اللي الدولة بتحاول تستكملها سواء مرتبطة بالمونوريل أو القطار السريع أو جزء مرتبط بالسكة الحديدية بشكل عام. فأعتقد إن ده هيبقى جزء مهم جدا إن يتم التعاون فيه خلال الفترة الحالية لاستكمال عديد من المشروعات اللي الدولة كانت بدأتها. نعم، غرفة التجارة المصرية البولندية بالتأكيد يعني عندما يتم تشكيل غرفة تجارية فيما بين دولتين هو جسر هام للتعاون فيما بين رجال الأعمال في البلدين، متوقع يعني مزيد من التعاون أيضا في إطار هذه الزيارة؟ أكيد طبعا، فكرة يعني دايما رجال الأعمال بيلعبوا دور مهم جدا في العلاقات الاقتصادية ما بين الدولتين، ازاي ان دوت هيقدر ان هو يقرب من وجهات النظر وازاي ان هم يستفيدوا من لغه التفاهم والحوار اللي موجوده بين الحكومه المصريه والحكومه البولنديه، ازاي ده ينعكس على استثمارات مشتركه على مستوى رجال الاعمال والقطاع الخاص، وده نقطه مهمه جدا بيتم استكمالها، وكمان ازاي ان دوت يقدر ان هو يوصلنا لنجاحات في المستوى القريب، بمعنى ان احنا شايفين فرص واعده لدى الاقتصاد المصري وفرص استثماريه واعده يتم الترويج ليها وكيفيه استفاده الجانب البولندي منها، وايضا على العكس ازاي ان كمان هناك فرص مهمه جدا في الاقتصاد البولندي، وبالتالي التعاون دوت هيبقى مثمر للطرفين. طيب العوامل الجذب لدى رجل الاعمال المصري في بولندا والعكس صحيح، رجل الأعمال البولندي في مصر؟ أعتقد أن بالنسبة لمصر إحنا في الفترة الحالية يعني عندنا نوع من أنواع الاستقرار بشكل كبير على الجانب الاقتصادي، عندنا فرص استثمارية واعدة، عندنا كمان يمكن تشجيع بشكل كبير للقطاع الخاص، عندنا تأمين لمصادر الطاقة، البنية التحتية خطوات مهمة جدا الدولة بذلتها الفترة السابقة وبتستكملها في الفترة الحالية، وبالتالي العائد على الاستثمار يعتبر جيد مقارنة بعديد من الدول في ظل كمان الإشادة العالمية وفي الأخص من وكالات التصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي، وبالتالي ده كله بيدي أكيد فرصة مهمة جدا للاستفادة من العائد على الاستثمار في مصر. بالنسبة لبولندا، بولندا طبعا يعني لديها عديد من المزايا التنافسية، ووجودها أكيد في منطقة اليورو بيديها أكيد يعني مردود إيجابي على وجود أي مستثمر فيها، لكن الفكرة كلها مرتبطة بحجم العائد على الاستثمار والفرص اللي ممكن تكون متاحة للاستثمار، لكن يعني احنا طبعا كلنا بنتمنى ان هم يجوا استثمار عندنا، مش عاوز احنا الرهان الاكبر ان يبقى عندنا زياده في حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره اللي قادمه لمصر. ومصر يعني استعدت لذلك يعني منذ سنوات، يعني ما يحدث الان من طفره في الطرق والكباري هو واحده من اهم عوامل جذب الامر الذي ادركته مصر مبكرا. اكيد طبعا، يعني البنيه التحتيه جزء مهم جدا لاي مستثمر، لان ما فيش مستثمر هو اللي هيعمل الطرق وهو اللي هيوصل الميه والكهرباء وخلافه من العوامل الاخرى، لكن هي الفكره كلها ان الحكومه قامت بدورها بشكل كامل في هذا الامر، وبالتالي ده نقطه بجانب طبعا ملف الطاقه، فتقدر ان هي تهيئ له مناخ الاستثمار الجيد، كمان حتى المعوقات الدوله بتحاول ان هي تذللها بشكل تدريجي، يعني سواء على الجزء الخاص بالمنازعات الاستثماريه، وشفنا يعني يمكن رئيس الوزراء كان تحدث عن مبشرته لهذا الامر وازاي ان هو بيعمل بجهد على القضاء على كافه المنازعات الاستثماريه، ازاي كمان ان الدوله ابتدت ان هي تعالج ملف الاراضي الصناعيه، فبالتالي الدوله بتعلن عن العقبات وبتحاول ان هي تحلها بمنتهى الشفافيه، فده اكيد بيوفر مناخ جاذب للاستثمار. بكل تأكيد دكتور علي، يعني مصر منفتحة على علاقاتها مع كافة الدول، اليوم يعني نتحدث عن بولندا، لكن هذه استراتيجية مصر، لأي مدى هذه الاستراتيجية تساعد مصر في مواجهة الأزمات مثل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية؟ الموضوع مرتبط بالإصلاحات اللي الدولة قامت بيها خلال الفترة الماضية، وتيرة إصلاح كانت سريعة جداً ما
بدأت يمكن من 2016 واستكملناها كمان ببرنامج آخر مرتبط بالإصلاح الهيكلي. فالإصلاحات الاقتصادية اللي الدولة بتقوم بيها واستمرار عجلة الإنتاج برغم من التحديات اللي بنشوفها على المستوى العالمي واللي أكيد بتأثر على الاقتصاد المصري، أكيد اديته نوع من أنواع القوة والصمود، لأن احنا كمان وتيرة الإصلاح كانت وتيرة سريعة، والدولة كان عندها من الإرادة والرغبة الحقيقية إن هي تستكمل هذه الإصلاحات برغم من أي تحديات ممكن تكون بتشهد على الصعيد العالمي. فأكيد الإصلاحات المستمرة ديت والجهد اللي الدولة بتبذله والدور كمان القطاع الخاص اللي ما حدش يقدر ينكره، وعي المواطن المصري بهذه الإصلاحات وأهميتها، دي كلها أكيد عوامل أدت للاقتصاد المصري قدرة على الصمود أمام كافة هذه التحديات. أكيد، وهذا يقودنا إلى الحديث عن القطاع الخاص ودوره. يعني مثل هذه الزيارات يعني تكون مبشرة فيما يتعلق بالتعاون وإزالة العقبات الاقتصادية في الاستثمار فيما بين البلدين. إلى أي مدى ترى أن القطاع الخاص عليه دور يعني زيادة العائد الحقيقي من هذه الزيارات على المستوى السياسي؟ الدولة يمكن وعدت ان حجم المساهمة الخاصة في او وجود القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة كنسبة كانت بتتراوح في حدود 26% العام الماضي، ان هي قد تصل ل 65% خلال الفترة القادمة. الدولة بتحاول ان هي بتأكد طبعا بشكل مستمر على أهمية القطاع الخاص، وفي نفس الوقت ازاي ان هي ترفع بشكل واضح من مساهمته وازاي ان هي تقدم له فرص استثماريه واعده، سواء كانت استثمارات بقى مباشره او كانت استثمارات غير مباشره بعمليات الطروحات اللي الدوله كانت بتعلن عنها في البورصه المصريه خلال الفتره القادمه وانشاء لشركات قابضه جديده. الجانب الاخر على مستوى الاستثمارات المباشره تقديم مزايا وحوافز مهمه جدا في قطاعات الزراعة والصناعة والعمل على تقديم حوافز ضريبية، دي كلها النقاط الدولة بتحاول ان هي تتحرك عليها وان هي تتعاون مع القطاع الخاص كمان لتقليل حجم الاعباء والتحديات اللي بيشهدها طبعا القطاع الخاص في ظل ارتفاع لمستلزمات الانتاج وارتفاع لتكلفة الحصول على الطاقة. دي كلها طبعا نقاط الدولة بتحاول ان هي تتعاون معاه لتقليل ومواجهة هذه التحديات. نعم، مجال الأبحاث الزراعية أيضا دكتور علي من المجالات المهمة اللي كان هناك يعني مفاوضات بشأنها فيما بين وزارة الزراعة في مصر ووزارة الزراعة في بولندا، إلى أي مدى هو مهم لمصر في هذه المرحلة؟ يعني يظل طبعا البحوث والتطوير واحدة من الملفات المهمة جدا اللي الدول كلها بتتحرك عليها، وازاي ان طبعا في مجال الزراعه وتوفير الامن الغذائي ده اصبح يمكن من الامور المهمه جدا. بولندا اكيد لديها خبرات مهمه في قطاع الزراعه، مصر ايضا لديها عديد من الخبرات في هذا القطاع. فكره تبادل الخبرات والمعرفه اكيد ده بينعكس بشكل ايجابي على إنتاجية القطاع الزراعي والاستفادة منه. دكتور علي؟ أي فندم؟ نعم، ما زلت معنا. رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من قبل بولندا، إلى أي مدى ترى أن له تأثير في انفتاح مصر على أوروبا في هذه المرحلة؟ مصر بتتحرك دايما لزيادة حجم الأسواق اللي بتتعامل معاها وإن هي تفتح أسواق جديدة، وبالأخص كمان يمكن احنا شفنا النجاحات اللي احنا قدرنا نحققها على مستوى قطاع الزراعة، وقدرنا إن احنا يعني نرفع بشكل كبير من إنتاجية عديد من المحاصيل، وكنا تصدرنا العالم في تصدير الموالح وغيرها من الصادرات السلعية الزراعية الأخرى. فبالتالي فكره ان احنا نفتح اسواق جديده وان احنا نبتدي ناخذ منطقه اليورو بشكل اكبر اكيد دوت بيساهم بشكل واضح في زياده حجم الصادرات المصريه ومعدلات التبادل التجاري، وازاي ان احنا نوصل لمزايا تفضيليه في العلاقات التجاريه ما بيننا وما بين منطقه اليورو. ف
وازاي ان هم كمان بيستفيدوا من مصر كبوابه لافريقيا، ويقدر ان هو يستفيد من السوق الضخم اللي موجود فيها، وده يمكن كان يعني منافسه شديده جدا مش من منطقه اليورو بس، لكن من عديد من الدول على الاستثمار والتعاون مع القاره الافريقيه. فبالتالي فكره الغزو لمصر في منطقه اليورو اقتصاديا اكيد دوت مهم جدا، وبالاخص في الفتره الحاليه. نعم. طيب قطاع السياحه في اي اطار تضعه في مستوى العلاقات فيما بين البلدين، وهل يمكن تعزيزه في ظل ما يواجهه العالم من ازمات الان؟ اعتقد ان احنا فكره ان احنا نستفيد من الجانب البولندي، ان يبقى فيه زياده في حجم السياحه الوافده من بولندا، هيقدر ان هو كمان يعوض بشكل ما جزء من حجم السياحه اللي هيتراجع من جانب روسيا او اوكرانيا. فبالتالي ده مهم جدا ان احنا نستهدف اسواق جديده نقدر ان احنا نستفيد منها ومن الوفود السياحيه الخاصه بيها، ونعمل نوع من انواع التنوع بالنسبه للوفود السياحيه اللي موجوده واللي بتيجي مصر. فبالتالي ده هيبقى مهم جدا ان احنا طبعا نروج بشكل واضح للمقاصد السياحيه اللي موجوده والتطوير اللي مصر بتقوم فيه في قطاع مهم جدا بالنسبه لنا، ويعتبر واحد من اهم مصادر النقد الاجنبي لينا. نعم، سؤالي الاخير لك دكتور علي، الوكاله البولنديه للتجاره والاستثمار الى اي مدى هي تساهم في تكثيف الانشطه التجاريه وايضا تبادل المعلومات المتعلقه بالاستثمار في مصر؟ مهم جدا ان يبقى لدى المستثمر بشكل عام رؤيه واضحه والمعلومات الكافيه عن الاستثمار، فاكيد الوكالات ديت ان هي تديله كافه السيناريوهات والوضع بالنسبه للاستثمار وبالنسبه لحجم العائد وبالنسبه لسعر الصرف وبالنسبه للسياسات الماليه ومعدلات التضخم وغيرها من المؤشرات الاقتصاديه اللي بتهم المستثمر، بجانب طبعا خطوات الدول بالنسبه لعمليات البنيه التحتيه والاستثمار والتنميه. دي كلها نقاط مهمه جدا المستثمر بيكون يعني ليه حرص شديد جدا ان هو يعرف كافه المعلومات، بجانب معلومه مهمه جدا بيبدا دايما حديثه بيها هو اليات التخارج. دايما المستثمر بيسعى على اليات التخارج قبل حتى اليات الدخول، فبالتالي دي كلها اظن بتكون نقاط مهمه ومعلومات مهمه لما بتتوفر له اكيد بتشجعه ان هو يبتدي في الاستثمار. نعم، أشكرك جزيلا دكتور علي الإدريسي أستاذ الاستثمار والتمويل، كنت معنا عبر الهاتف.